أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة برايفت ماث ليسونز. Today إن شاء الله we are going to take lesson 1 which is entitled 100,000. النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول درس من دروس الفيرست تيرم لجريد 4 اللي بعنوان الـ 100,000. ليه السنة دي بندرس الـ 100,000؟ الـ 100,000 يعتبر بداية الـ large numbers. انت دلوقتي اصبحت كبير وتقدر تفهم اللارج نمبرز. طيب احنا في جريد 3 كان اكبر نمبر وصلنا له كان 99,999 اللي هو ده 99,999، وكنا بنقول ان ده الجريتست 5 ديجيت نمبر، وكان اخر نمبر وصلنا له في جريد 3. طيب احنا في جريد 4 عايز اعرف مين هو النمبر اللي بعديه. عشان تعرف النمبر اللي بعد اي نمبر بنعمل ايه؟ بنأد 1. ادي 99,999 هنأد عليها 1، هنعمل عليها اديشن 1، هزود 1. تعالوا نعمل مع بعضينا الاديشن، 9 + 1 = 10، نحط 0 ونكاري اب ال 1 على البليس اللي بعده. ما ينفعش ابدا البليس احط فيه 10 لان ال 10 عباره عن 2 ديجيتس، فدايما لما يكون عندي 2 ديجيتس لما اجي اعمل اديشن ويطلع عندي نمبر متكون من 2 ديجيتس احط اليونتس بتاعته وكاري اب السكند ديجيت على الايه؟ على البليس اللي بعده. يبقى 9 + 1 = 10، هنحط 0 ونكاري اب مين 1. ال 1 + 9 = 10، هنحط 0 ونكاري اب 1. 1 + 9 = 10، هنحط بردك 0 ونكاري اب 1. 1 + 9 = 10، حط 0 ونكاري اب 1. 1 + 9 = 10. خد بالك انا هنا ما عنديش بليس تاني، وبالتالي انزل الايه؟ ال 10 كلها. طيب مين بقى النمبر ده؟ ده النمبر اللي احنا بنتكلم عنه في الدرس بتاعنا اللي هو ال 100,000. النمبر ده is read as 100,000. ليه 100؟ عشان انا شايف ان انا ايه؟ في عندي 1 اهو. ال 100,000 ده يعتبر ال smallest 6 digit number. الحاجات دي هتجيلك في الكومبليت فتاخد بالك. يبقى انا بداية جريد 4 هنبدأ من ال 100 ايه؟ ال 100,000. طيب تعالوا نفتكر مع بعضينا البليسز ونشوف هنكتب ازاي ال 100,000 في الايه؟ في البليسز اللي عندي. انا عندي اول 3 بليسز كنا بنسميهم الايه؟ اليونتس. دي كده كنا بنسميها البريود او الجزء اللي بحط فيه اليونتس. كان اول بليس عندي من الرايت كنا بنسميه البليس بتاع مين؟ بتاع اليونتس. اوكي البليس اللي بعده كنا بنسميه التنس. البليس اللي بعده كان البليس بتاع مين؟ كان بتاع الهندردز. تمام يبقى دي اول 3 بليسز كانوا خاصين باليونتس اللي متقسمين لي البليس بتاع اليونتس وبتاع التنس وبتاع الهندردز. طيب نخش بعد كده الانذر 3 بليسز تو ذا ليفت بنسميهم البريود بتاع الثاوزندز، الفتره او الثري بليسز اللي هحط فيهم الديجيتس بتاعت الايه؟ الثاوزندز، اللي ببداها بمين؟ باليونتس، اليونتس بتاعت الثاوزندز والتن ثاوزندز والهندرد ثاوزندز. طيب لما نيجي نحط بقى النمبر ده في البليسز دي نلاقي ايه؟ ده عندي اليونت، يبقى اليونت عندي فيها 0، التنس فيها 0، الهندردز فيها 0، اليونتس بتاعت الثاوزندز فيها 0، التنس بتاعت الثاوزندز فيها 0، ال1 بتاع ال100,000 هتلاقيه موجود في البليس بتاع ال100 ايه؟ ال100,000. يبقى من اول الليسون ده هتلاقي نفسك بتستعمل كتير البليس ايه؟ اللي هو 100,000. طيب لما اجي امثلها على العداد هتلاقي ان ال 100,000 عباره عن بول صغيره كوره كده موجوده فين؟ في البليس اللي هو اسمه 100,000. تعالوا مع بعضينا نتكلم اكتر شويه عن الفاليو اند البليس فاليو. طيب لما نيجي نشوف الفاليو والبليس فاليو، انا عندي النمبر لما باجي اكتبه النمبر متكون من ديجيتس، كل ديجيتس ليه بليس بيتحط فيه. يبقى أنا هنتكلم الأول عن البليس وبعد كده هنشوف الفاليو بتاعت كل بليس.
طيب النمبر اللي قدامي ده متكون من كام ديجيت؟ متكون من 6 ديجيتس. ادي 1 2 3 4 5 and 6 ديجيتس. طالما 6 ديجيتس يبقى انا عندي 6 بليسز. طيب مين اول بليس عندي؟ اول بليس عندي على الرايت بنسميه اليونتس، والبليسز دايما بتتقسم جروبز يعني مجموعات، كل 3 بليسز بيكونوا مجموعه. ال 3 بليسز دول بنسميهم الجروب بتاعه اليونتس. طيب مين ال 3 اللي بعديهم؟ ال 3 بليسز اللي بعديهم دول جروب برضو، بس الجروب بتاع مين؟ بتاع الساوزنز. اول بليس عندي على الرايت بنسميه اليونتس بليس، البليس بتاع اليونتس. انا لسه ما اتكلمتش على الفاليو، احنا بندي البليسز الاسماء بتاعتها. طيب البليس اللي بعديه اسمه التنس بليس، البليس اللي بعده بنسميه الهندردز بليس، يعني اسم البليس الهندردز، يعني المكان ده اسمه ايه؟ الهندردز. المكان اللي بعده اسمه ايه؟ اسمه الساوزنز. لازم تحفظ اسماء البليسز. طيب اللي بعده على الليفت اسمه ايه؟ 10,000. اللي بعده على الليفت اسمه 100,000. يبقى دي الاسماء بتاعه البليسز. لازم تعرف اسم البليس، مهم جدا، لان من اسم البليس هتقدر تجيب الفاليو بتاعته. طيب تعالوا نشوف بعد كده الفاليوز. كلمه فاليو معناها قيمه، يعني النمبر بتاعي لما اجي احطه في البليس ده هتبقى قيمته قد ايه، او الفاليو بتاعته قد ايه. طيب تعالوا نعرف مع بعضينا الفاليو بتاعه كل بليس. طيب نيجي لليونتس. البليس بتاع اليونتس الفاليو بتاعته تايمز 1. يعني ايه تايمز 1؟ يعني الديجيت اللي هيخش في البليس ده اعمل له تايمز 1 يديني الفاليو بتاعته. يعني التو ديت لما اجي احطها في البليس اللي اسمه يونتس عشان اجيب الفاليو بتاعتها اعمل لها تايمز 1. 2 تايمز 1 از 2. طيب تعالوا نشوف الايت. الايت موجوده في البليس اللي اسمه ايه؟ في البليس اللي اسمه تنس. يبقى عشان اجيب الفاليو بتاعتها لازم اخد الايت اعمل لها تايمز 10. طب ال8 تايمز 10 يديني ايه؟ يديني 80. يبقى ناخد بالنا مش كل بليس بيدي فاليو زي البليس اللي جنبه، مش كل مكان بيدي قيمه للديجيت زي الايه؟ زي المكان اللي جنبه. نلاحظ ايه بقى؟ كل ما بمشي ناحيه الليفت البليس بيديني فاليو كبيره، يعني الاماكن بتاعتي اللي بحط فيها الديجيتس كل ما بمشي شمال كده بيبقى المكان قوي بيدي فاليو كبيره للايه؟ للديجيت اللي بيتحط فيه. طيب تعال نشوف الفور. الفور دي البليس اللي هي قاعده فيه اسمه ايه؟ البليس اسمه الهندردز. يبقى انا عشان اجيب الفاليو بتاعت الديجيت فور ده اعمل ايه؟ هي قاعده في الهندردز، يبقى لازم اعمل تايمز 100 يديني مين؟ يديني 400. طيب نيجي نشوف بعد كده ال7. ال7 دي موجوده في البليس اللي اسمه ايه؟ موجوده في البليس اللي اسمه ساوزنز. بس انهي ساوزنز؟ خد بالك احنا كل ال3 بليسز دول جروب اسمهم الساوزنز. اول واحد فيه على الرايت اللي هو البليس ده بنسميه اليونتس بتاعت الساوزنز، بس ما بنقولش كلمه اليونتس بتاعت الساوزنز، بنقول على طول الساوزنز على طول. لما اقول لك البليس اسمه ساوزنز تعرف ان اي ديجيت هيتحط فيه الفاليو بتاعته تبقى تايمز ايه؟ تايمز 1000. يديني كام؟ يديني 7000. طيب نيجي بعد كده للبليس اللي بعده. البليس اللي بعده على الليفت لازم تتوقع ان الديجيت اللي يتحط فيه يديك فاليو اكبر منين؟ من الفاليو دي. طب ال5 موجوده في البليس اللي اسمه ايه؟ في البليس اللي اسمه 10000. كلمة 10,000 على طول تقوم انت تعمل للديجيت ده تايمز 10,000 يديك الفاليو بتاعته اللي هي 50,000. طيب نيجي للسري. السري موجودة فين؟ السري موجودة في بليس اسمه ايه؟ اسمه 100,000. ده اسم البليس. طيب انا عايز اجيب الفاليو، يبقى اعمل للسري تايمز 100,000. يديني ايه؟ 3 تايمز 100,000 يديني 300,000. تمام؟ يبقى الحتة دي افهم منها ايه؟ افهم منها ان انا عندي حاجة اسمها بليسز او الاماكن.
الأماكن دي بتختلف من مكان لآخر، كل مكان ليه قوة معينة. كل لما بمشي ناحية الشمال المكان بتاعي بيدي فاليو كبيرة. طيب أجيب الفاليو إزاي؟ كل بليس ليه اسم، لما أعمل تايمز الاسم ده يديني الفاليو بتاعت الديجيت. على سبيل المثال الايت موجودة في البليس اللي اسمه التنس، يبقى أخد الايت أعمل لها تايمز الايه التن يديني الفاليو ايه الفاليو بتاعته. الحتة دي مهمة جدا عشان لازم تعرف تفرق بتوين البليس والبليس فاليو. طيب تعالوا نشوف الجزئية اللي بعد كده. الجزئية اللي بعد كده برضك جزئية مهمة جدا، هنتعرف فيها ايه هي الصور اللي انت ممكن تشوف فيها النمبر بتاعك. عندي 3 different forms، عندي 3 صور مهمين جدا لازم تبقى انت عارفهم. اول حاجة اسمها الستاندرد فورم، وفي الاكسباندد فورم والورد فورم. ايه هي الستاندرد فورم؟ كلمة ستاندرد يعني طبيعي، الصورة الطبيعية اللي انت بتشوف فيها النمبر بتاعك. لما باجي اكتب النمبرز بكتبه ازاي؟ زي ما انت شايف كده، انت متعود دايما تشوفه فين؟ في المنظر ده. يعني الستاندرد فورم اللي هي الصورة اللي انا متعود اشوف فيها النمبر بتاعي. طب ايه الصورة اللي بعد كده؟ الصورة اللي بعد كده اسمها الاكسباندد فورم، الصورة المجزأة، يعني باخد النمبر بجزأه. طب بجزأه لايه؟ تعال بص كده على النمبر ده اللي احنا كنا كاتبينه فوق، تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان التو موجودة في اليونتس، كتبنا الايه؟ التو لوحدها. طب الايت موجودة فين؟ موجودة في التنس، موجودة في التنس، الفاليو بتاعتها ايه؟ عبارة عن 80. طيب الفور موجودة في الهندردز، الفاليو بتاعتها عبارة عن ايه؟ 400. طيب السيفن موجودة في البليس اللي اسمه thousands، يبقى الفاليو بتاعتها 7000. الفايف موجودة في البليس اللي اسمه 10000، يبقى الفاليو بتاعتها بتاعت الفايف 50000. كذلك الثري الفاليو بتاعتها 300000. يبقى احنا لاحظنا ايه في الاكسباندد فورم؟ الاكسباندد فورم بتاخد النمبر تبتدي تجزأه، تاخد كل ديجيت وتديله الايه الفاليو بتاعته، وبعد ما اطلع كل الفاليوز دي اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم بلس. سهله جدا مفيش فيها اي مشكله. طيب الورد فورم، ايه الورد فورم؟ الورد فورم احنا بندرسها عشان نعرف ازاي ننطق النمبر. يعني الورد فورم انت بتحتاجها في الكلام باللغه الانجليزيه. طيب بنطقها ازاي؟ في الستاندرد فورم انت عندك جروبز، ده الجروب بتاع الايه؟ بتاع اليونت، وده الجروب بتاع مين؟ بتاع الثاوزندز. لما اجي انطق بنطق جروبز، يعني اخد كده اقسم النمبر لثلاثات، كل 3 ديجيتس اخدهم انطقهم. بننطق منين؟ اخد اول جروب موجود في الليفت الاقي فيه 3 5 7، دول قاعدين فين؟ دول قاعدين في المجموعه بتاعه الثاوزندز. طب ننطق نقول ايه؟ نقول 357. طب هم موجودين فين؟ في الثاوزند، يبقى 357000. خلاص نطقنا الجزء ده، نيجي ننطق الجزء اللي بعده. الجزء اللي بعده قاعدين في اليونتس، اما اجي انطقهم انطقهم عادي، يبقى هنا ايه؟ 482. دايما بنقول اند في اخر جروب بنطقه، يعني انت لما تيجي تبص هنا ما بنقولش 357، لا بنقول 357000 482. هنتدرب على الحاجات دي كتير ان شاء الله في الاكسرسايزز. طيب نيجي نشوف ريمارك مهمه هنحتاجها بردك في الكومبليت. احنا خلاص بقى عندنا 6 بليسز. ال 6 بليسز دول انا عايز اعرف مين هو السمولست نمبر فيهم ومين هو الجريتست نمبر فيهم. الجريتست دايما لاي ديجيتس عندي لازم احط في كل بليس 9. ال 9 ده يعتبر اكبر ديجيت عندي، وبالتالي لما احطه في البليس هيديني اكبر فاليو، وبالتالي اكبر جريتست 6 ديجيت نمبر از 999999. طب بالنسبه للسمولست اعمل ايه في السمولست؟ السمولست تحط كل البليسز تحط فيها زيروز، واجي على الليست ديجيت اللي موجود في الليفت احط فيه ايه؟ احط فيه 1. يبقى ال 100000 ده ال smallest 6 digit numbers، وال 999999 ده ال greatest 6 digit number. لما نيجي نحطهم على العداد، انا عندي اليونتس اهي
البليس اللي اسمه اليونتس موجود فيه كام؟ موجود فيه 2، يبقى نحط ايه؟ نحط 2. طب البليس اللي اسمه التنس فيه كام تنس؟ في عندي 8 تنس، يبقى ده عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، كل واحده من دي تمثل ايه؟ تمثل 10. طب الهندردز عندي فيه كام؟ فيه 4، كل واحده من دي تمثل 100، 100 و100 و100 و100، يعني 400. طيب بالنسبه لل1000 في عندي كام؟ في 7، كل واحدة من السيفن دول تمثل ايه؟ تمثل 1000. تعالوا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 1. هنتفق مع بعضينا ان الاكسرسايزز دي حاجة مهمة جدا ولازم نحل الاكسرسايزز، ما ينفعش نشوف الشرح بتاع الليسون من غير ما نحل عليه. هنحل مع بعضينا الاكسرسايز وهنشتغل فيه واحدة واحدة علشان تفهم. اول اكسرسايز عندي بيقول لي complete the table as in the example، مديني نمبر وعايزني احط الديجيتس بتاعت النمبر ده في البليس بتاعها. طيب البليسز اللي عندنا عبارة عن ايه؟ اول جروب عندي بنسميه الجروب بتاع اليونتس، اول بليس عندي اللي هو اليونتس، والبليس بيتسمى باسم الفاليو اللي بيدهاني، يعني البليس فاليو بتاعت المكان ده اليونتس، وبالتالي بنقول عليه ان هو اليونتس. كذلك البليس فاليو بتاعت المكان ده التنس، يبقى اسم البليس ايه؟ التنس بليس. اوكي طيب الاكزامبل ده سهل جدا، لما نيجي نشتغل فيه ادي النمبر ده ال1 دي مكانها فين؟ مكانها في اليونتس، يبقى احطها في اليونتس. وبعد كده عندي ال2 مكانها فين؟ مكانها في التنس، لانه السكند ديجيت في اول جروب. ال6 مكانها فين؟ مكانها في الهندردز. طيب الجروب الثاني ال8 دي مكانها فين؟ مكانها في اليونتس بتاعت ال1000. كذلك ال7 مكانها فين؟ في التنس بتاعت ال1000. ال4 مكانها فين؟ في ال100000. اكسرسايز سهل جدا مفيش فيه مشكله خالص. كذلك النمبر ده نحط كل الديجيتس في الايه؟ في البليسز بتاعتها. يبقى انا عندي هنا 5 4 3 0 7 and 6. كذلك النمبر ده هنا عندي 4 6 0 0 0 and 1، ما تسيبهاليش فاضيه. الزيرو ده ديجيت، وطالما اتحط في البليس زيرو يبقى البليس ده ما بيشاركش معايا في اي حاجه في الفاليو بتاعت النمبر كله، غير ان هو بس فتح معايا البليس. طيب نيجي هنا ال9 3 5 8 and 7. طيب البليس ده فيه ايه؟ ما فيش فيه حاجه. اسيبه فاضي؟ اه اسيبه فاضي. طب لو حطيت زيرو ما فيش فيها مشكله خالص. طيب هنا هيبقى 2 0 0 8 and 5. طيب نيجي اكسرسايز 2 بيقول لي write the place value of the circled digit in 8 as in the example. هو بيقول لي write الايه؟ write the place value. انت شايف كلمة ايه؟ كلمة place بعينيك. طالما شفت كلمة place يبقى انا هكتب يا اما units tens hundreds او الايه؟ الاسماء بتاعت البليسز. يبقى انا لو شفت كلمه بليس يبقى هكتب ووردز. اوكي طيب انا عندي ال7 موجوده فين؟ ادي اول جروب ماليش دعوه بيه، موجوده في الجروب الثاني اللي هو بتاع ال1000. ده اليونتس بتاعه، ده التنس بتاعه، ده الهندردز بتاعه. يبقى البليس ده اسمه ايه؟ ال7 موجوده في اني بليس؟ ال100000. طيب بالنسبه هنا ال3 دي موجوده فين؟ خلاص ادي اول 3 ماليش دعوه بيهم، موجوده في الايه؟ في الجروب الثاني، موجوده في اليونتس. اليونتس بتاع الجروب الثاني تخص مين؟ تخص الثاوزندز. يبقى البليس ده اسمه ايه؟ ثاوزندز، او البليس فاليو بتاعته ثاوزندز. طيب نيجي هنا ال9، ال9 موجوده فين؟ الجروب بتاع الايه؟ الجروب بتاع الثاوزندز. انا عندي اليونتس بتاعت الثاوزند، يبقى دي اسمها ايه؟ ثاوزندز. اللي بعديها ايه؟ اللي بعديها ال10. يبقى ال9 البليس فاليو عباره عن ايه؟ عباره عن 10 ثاوزندز. اوكي او اسم البليس 10000. هنا بالنسبه للتو، التو موجوده في الايه؟ في السكند جروب على الليفت، يبقى الجروب بتاع ال1000.
يبقى انا عندي اليونتس بتاعت الساوزنس اللي هي البليس ده اسمه ساوزنس، البليس اللي جنبه اسمه ايه؟ 10 ساوزنس. طيب هنا لما نيجي نبص على البليس ده، البليس ده في اني جروب؟ في اول جروب اللي هو جروب بتاع اليونتس. يبقى ده البليس ده اليونتس، التنس يبقى ايه؟ الهندردز. هنا البليس ده موجود في اول جروب، يبقى البليس فاليو بتاعته عباره عن ايه؟ اللي هي اسم البليس، اسم البليس اللي هو التنس. نيجي هنا الفايف موجوده في السكند جروب، الجروب بتاع الساوزنز. طب هي في مكان اليونتس، يبقى البليس ده اسمه ايه؟ اسمه ساوزنز. لما يقول لك بليس فاليو اكنك بيقول لك بالظبط ايه هو اسم البليس او الفاليو اللي بيديها لك البليس ده. طيب هنا الناين دي موجوده في انهي بليس؟ البليس اللي اسمه ايه؟ ادي جروب بتاع الساوزنز، اليونتس، تنس، هاندرد ساوزنز. اوكي طب تعالى اللي بعد كده، اكسرسايز 3 بيقول لي رايد ذا فاليو. كلمه ذا فاليو يبقى انا هكتب نمبر، لو شفت كلمه بليس يبقى انا هكتب ووردز اللي هي اسامي البليسز، لو شفت كلمه فاليو يبقى انا هكتب ايه؟ هكتب نمبر. طيب دي سهله جدا، ان انا عندي ال7 موجوده في اني بليس؟ في اليونتس بتاعت الساوزنز، يبقى الفاليو بتاعته تبقى تايمز 1 ايه؟ 1000. طيب في طريقه اسهل، في طريقه اسهل كتير، ايه هي؟ كل الديجيتس اللي على الرايت استبدلها بايه؟ استبدلها بزيروز. يعني انا عندي هنا الفور الرايت بتاعها فيه كام ديجيت؟ جاست 1 ديجيت، يبقى الفور دي الفاليو بتاعتها از ايه؟ از 40. طيب هنا الفايف موجوده في الديجيت اللي هو الايه؟ الفورث ديجيت فروم ذا رايت، يبقى اعمل ايه في الثري ديجيتس دول؟ احولهم زيروز، يبقى الفاليو بتاعت الفايف نكتب الفايف ونحط جنبها ايه؟ 3 زيروز. طيب هنا الفاليو بتاعت الزيرو، هنتفق مع بعضينا ان الفاليو بتاعت الزيرو في اي بليس از ايه؟ از زيرو. الزيرو على طول الفاليو بتاعت الزيرو في اي بليس. طب هنا التو موجوده في الاول خالص، في الاول خالص احنا قلنا اليونتس الفاليو بتاعتها تايمز 1، يعني 2 تايمز 1 از 2، مفيش حاجه على الرايت، ويفضل التو ما احطش جنبها اي زيروز. طب عندي الفور، عندي هنا 1 2 3 4 5، يبقى نحط الفور وجنبها ايه؟ 5 زيروز. كذلك هنا ال3 جنبها كام ديجيت؟ 1 2 3 4، يبقى احط 3 وجنبها 4 ايه؟ 4 زيروز. سهل جدا التطبيق على ازاي اجيب الفاليو. اكسرسايز 4 بيقول لي underline the number written in digits which expresses the number written in words as an example. حط لي خط تحت النمبر اللي مكتوب بالديجيتس اللي بيعبر عن النمبر اللي ايه اللي انت بتقراه بالوردز. يعني زي ما انت شايف في الاكزامبل هو مديني النمبر مكتوب في الوورد فورم وعايزنا نختار الستاندرد ايه؟ الستاندرد فورم. طيب نعمل ايه؟ نقرا مع بعضينا الايه النمبر. بيقول لي هنا 278000، اتفقنا ان النمبر متكون عندي من تو جروبز، جروبز تخص الساوزند وجروب تخص اليونتس، كل جروب بيكون فيه 3 ديجيتس. نيجي نقرا مع بعضنا الوردز ونفسر الجروب ده فيه ايه. بيقول لي 278، يبقى 278، وبعدين 628، ده الجروب الثاني بتاع اليونتس موجود فيه ايه؟ 600، يبقى 600 اهي، and 28. نيجي نبص بعيننا هنا نلاقيه هو مين؟ اول واحد نلاقيه مين؟ هو ده 278 620 28. طيب نيجي هنا 70000، ادي الجروب اللي هنا هو بتاع الساوزند، وادي الجروب بتاع مين؟ بتاع اليونتس. الجروب بتاع الساوزند دي فيه ايه؟ في 70. اوكي طيب الجروب هنا فيه ايه؟ 593، يبقى 593. طيب مين هنا دو مين هنا اللي هو ده؟ نيجي هنا 603008، ادي انا بقى اكتب النمبر في الستاندرد فورم، عندي تو جروبز، جروبز خاصه بالساوزند وجروب خاصه باليونتس. الجروب الخاصه بالساوزند موجود فيها مين؟ 600
600 ما تجيش تقول لي كده دي اسمها 63 انا بقول لك 600 يبقى لازم البليس اللي هو اسمه hundreds يكون فيه 6 طب وال3 احطها فين هل هو قال لك 30 ولا قال لك 3 قال لك 3 لو كان قال لي 30 كنت هحط ال3 هنا طيب and 8 طب انا عندي ال3 ديجيتس دول عايز احط فيهم 8 يبقى احط ال8 فين في اليونتس طب وال2 ديجيتس دول احط فيهم ايه احط 0 and ايه and 0 يبقى نيجي نختار هنا يبقى هي مين يبقى هي دي طيب 200,000 اتفقنا في عندي 2 جروبس 200 يبقى احط هنا 200 طيب 700 and 2 يبقى دي 700 and ايه and 2 يبقى نختارها اللي هي مين اللي هي دي نيجي بعد كده بيقول لي 179,000 ادي التو جروبز بتوعي لحد 1000 كده لحد الحته دي كده هقرا الكلام ده وحط هنا 179 يبقى 179 and 12 لما اجي اكتبها في 3 ديجيتس تتكتب فين تتكتب في اول 2 ديجيتس كده يبقى احط هنا ايه 0 يبقى انا عندي يبقى هي مين يبقى هي دي اوكي طيب نيجي الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي read the following numbers and write it in letters اللي هي الورد فورم يبقى هو مديك النمبر في الستاندرد فورم وبيقول لك اكتبه لي فين في الورد فورم طيب تعالوا نتصل مع بعضينا كده نيجي هنا النمبر بتاعي نقسمه لتو جروبز ادي اول جروب وادي الجروب الثاني الجروب ده بتاع الثاوزندز يبقى لما اجي اكتب الوردز دي احط في الاخر كلمه ثاوزندز طيب هنا في ايه هنا في 452,000 يبقى 452,000 حط كوما مين اللي موجود بعد كده 710 and 10 دايما لما باجي انطق اخر 2 ديجيتس دول او اول 2 ديجيتس من الرايت بقول كلمه ايه بقول كلمه اند طيب نيجي هنا شايف عندي اول جروب في 531 ايه اقول اسم الجروب بقى اللي هو 1000 يبقى هنا 531 ايه اسم الجروب 1000 بقى نحط كوما ننطق بقى مين ال 3 ديجيتس دول اللي هم 400 بعد كده اقول كلمه اند ليه عشان هقول اخر 2 ديجيتس اند 97 نيجي اللي بعد كده الجروب ده بتاع 1000 موجود فيه ايه موجود فيه 210 يبقى هنا 210 10 ايه الجروب ده اسمه ايه 1000 طيب في عندي حاجه هنا مفيش خلاص يبقى اقف على هنا يبقى ده اسمه 210,000 نيجي نشوف اللي بعد كده الجروب ده اسمه ايه 700 40 طيب 740 هل هم في اليونتس ولا في الثاوزن في الثاوزن يبقى لازم اكتب اسم الجروب اللي هم ثاوزن يبقى 740,000 حط كوما نقرا بقى الجروب اللي بعده 740 يبقى 740 يجي بعد كده الجروب ده مكتوب موجود فيه ايه موجود فيه 380 ولا 8 لا ال 8 موجوده في اليونس يبقى 308 طب 308 ايه موجودين في اي جروب الجروب اللي هو اللي على الليفت 3 ديجيتس دول
اللي هم الجروب بتوع 1000 يبقى 308000. حط كوما هنا. موجود عندي مين؟ موجود عندي 1 يبقى and 1. نيجي نشوف اللي بعديها. الجروب ده موجود في مين؟ موجود في 300 يبقى 300 واسكت؟ لا 300000 لان هم موجودين في في البليس بتاع ال thousands يبقى 300000. حط كوما هنا. الجروب ده عباره عن ايه؟ عباره عن 400 في 2 ديجيتس يبقى اند. اند مين؟ اند 18. نيجي نشوف اللي بعد كده. الجروب ده موجود في ايه؟ 85 يبقى 85000. في ايه تاني هنا؟ في عندي ديجيت في الهندردز مفيش، يبقى هقول بقى ايه؟ اند 69. اكسرسايز سهل، لازم تبقى انت عارف بتعمله ازاي. نيجي نشوف اكسرسايز 6. بيقول لي رايت ذا نمبر ان ديجيتس، يعني حطها لي في الستاندرد فور اند ان ليترز از از اكزامبل. الاكزامبل بتاعي عباره عن ايه؟ مديني اكزامبل اهو. اليونتس فيها قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى حطينا الايه؟ حطينا 6 في البليس اللي هو الايه؟ اليونتس. طب التنس فيها حاجه؟ مفيش، حطينا 0. طب الهندردز فيها قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 and 8. يبقى حطيت 8. طب نيجي الجروب اللي بعد كده بتاع الثاوزندز موجود في ايه؟ موجود هنا، موجود 9 هنا فاضي، حطينا 0 هنا 2 حطيت ايه؟ 2. وبعد كده بكتبها في الايه؟ في الوورد فورم اللي احنا كنا اتدربنا عليها الاكسرسايز اللي فات. طب تعالى نكتب مع بعضينا النمبر الاول هنا وبعد كده نكتبه في الوورد فورم. طيب هنا في عندي قد ايه في اليونتس؟ 1 2 3 4 5 and 6. يبقى اليونتس فيها 6. طيب التنس فيها قد ايه؟ فيها 1، يبقى اكتب هنا 1. الهندردز فيها عندي فيها كام سيركل؟ 1 2 3 4 and 5. يبقى عندي هنا ايه؟ 5. نيجي بعد كده للجروب ده. اليونتس بتاعته فيها ايه؟ اللي هو الثاوزند، البليس اللي هو بتاع الثاوزندز. في كام كرة عندي؟ 1 2 3 هنا 3 وهنا شايف 2 وبعد كده 1 2 3 4 وبعد كده عندي ايه؟ 4. يلا نكتبها في الوورد 4. يبقى 423 واسكت ولا لازم اقول اسم الجروب؟ لا، هي موجوده في الثاوزندز يبقى 423000. وبعدين الاقي عندي 500 اخر 2 ديجيتس، لازم اقول اند ايه؟ 16. تمام، سهله، مفيش فيها مشكله خالص. نيجي اللي بعد كده. هنا في عندي 1 2 3 4 يبقى 4 1. هنا في 3 هنا 0 هنا 1 2 3 4 5 and a and 1. يبقى 150. اسكت ولا لازم اقول اسم الجروب؟ لازم اقول اسم الجروب. يبقى 150000. حط كوما. نكتب بعد كده الجروب الثاني موجود في ايه؟ موجود في 300 بقى كده. نحط كلمه اند عشان هكتب اللاست 2 ديجيتس، يبقى اند ايه؟ اند 14. طيب نيجي هنا اليونتس فيها 0، هنا في 2، 1 2 3 4 5 6 7، هنا 0 1 1 2 3 4 5. يلا نكتبها في الوورد فورم. هنا في عندي ايه؟ في عندي 510.
510. طيب 510 510 ايه؟ 10,000. وبعدين نكتب الجروب الثاني 720. نيجي نحل مع بعضينا اكسرسايز 7. بيقول لي كومبليت از ان ذا اكزامبل. زي ما انت شايف مديك ستاندرد فورم وعامل لك ايه؟ فككها لك. اتفقنا ان الفكه دي اسمها الاكسباندد فورم، الصوره اللي بفك فيها النمبر بتاعي لديجيتس، كل ديجيت بديله الفاليو بتاعته حسب البليس اللي هو قاعد فيه. نيجي نبص هنا كده هنلاقي ان هو قسم لي الستاندرد فورم على مرتين. اول مره هنا قسمها لي جروبز، يعني دي الجروب بتاعت مين؟ دي الجروب بتاعت الساوزند ودي الجروب بتاعت اليونتس. الجروب بتاعت الساوزندز 243 ايه ساوزند، يبقى كتبنا 243,000. خدتهم كلهم مره واحده، يعني كتبت الفاليو بتاعت الجروب كلها. ال 243 دي جروب كلها قاعدة كلها في الجروب بتاعت الساوزنز، وبالتالي كتبت جنبيها ايه؟ 3 زيروز عشان اعبر ان هي ساوزنز. بعد كده طب دول يونتس عاديين خالص، يبقى 675. طب ايه الطريقة التانية اللي هو فكها لي بيها؟ الطريقة التانية خد كل ديجيت موجود في بليس اداله الفاليو بتاعت البليس. التو ديت موجودة في البليس فاليو اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه ال 100,000، وبالتالي خدت الفاليو بتاعت البليس، يعني اتعمل لها تايمز 100,000 او ايه؟ او استبدلت كل الديجيتس دي وحطيت مكانها زيروز. يبقى ال 2 جنبيها كام زيرو؟ جنبيها 5 زيروز. لو هاخد ال 4 الفاليو بتاعتها عشان هي قاعده في البليس ده الفاليو كام؟ احط كل اللي جنبيها زيروز، يبقى 40,000. الفاليو بتاعت ال 3 هنا كام؟ 3,000. الفاليو بتاعت ال 6 670 and 5. كده احنا فهمنا الاكزامبل كويس، نقدر نشتغل ونحل على طول. انا عندي هنا 500، نيجي بعد كده ال 1 جنبيه 4 زيروز، ادي 1 وجنبيه 4 زيروز. نيجي بعد كده ال 6 جنبيها 3 زيروز، بعد كده عندي ال 8 جنبيها 2 زيروز، بعد كده ال 50، بعد كده الايه؟ ال 3. طيب هنا متقسمين عندي لده وده، يبقى انا كتبت دي بالفاليو بتاعت الساوزنز، يبقى يبقى معايا 670 76. طب نقسمها كديجيت فاليوز، يبقى انا عندي ال2 ديت الفاليو بتاعتها 200,000، بعد كده 90,000، بعد كده 8,000، بعد كده 670 and 6. طيب هنا 126 ايه بقى؟ 1000. نيجي نفكها هنا كديجيت فاليوز، يبقى انا عندي هنا 1 وجنبيه 5 زيروز بلس 2 جنبيها 4 زيروز بلس 6000 بلس 400 بلس الايه؟ بلس ال 50 بلس ال 9. طب نيجي اللي بعد كده، اكسرسايز سهل جدا بيدربك ازاي تفك الايه؟ الستاندرد فورم. 35,000. طب تعالى نفكها كلها، ال 3 جنبها كام زيرو؟ 1 2 3 4، يبقى دي اكنها 30,000 بلس مين؟ بلس 5,000. الاثنين على بعض يديني 35,000. بعد كده نفك الجزء بتاع اليونتس، هيبقى بلس 600 بلس تعالى بص الزيرو بقى، ها الزيرو نعمل فيه ايه؟ اقول بلس زيرو، ما هو بلس زيرو هتبقى زيرو، يعني ممكن تكتبها او ممكن ما تكتبهاش، عشان ما تتلخبطش نكتبه بلس زيرو بلس مين؟ بلس الايه؟ بلس ال 8. طب نيجي هنا 130,000 بلس مين؟ 460. هنا قسمنا النمبر لتو جروبز، جروب اليونتس وجروب الثاوزندز. طب هنا هنعمل ايه؟ كل ديجيت هديله الفاليو بتاعته، يبقى هنا 1 وجنبيها 5 ايه؟ 5 زيروز بلس 3 وجنبيها 4 زيروز بلس الزيرو. احنا اتفقنا الزيرو في اي بليس الفاليو بتاعته ستيل زيرو، يعني ما تقوليش زيرو جنبها 3 زيروز، هي زيرو. طيب بلس ال 4 تبقى
ال 6 تبقى 60 and الزيرو still A remains zero. طيب نيجي اللي بعد كده بيقول لي join the cards with equal numbers, يعني كل كارد من دول هتوصله بالكارد اللي زيه. الكارد ده عندي standard form. طب الكارد ده عبارة عن ايه؟ الكارد ده عبارة عن 70,000 and خد بالك هنا في 1000 كمان, يعني ال 1 ده المفروض يتحط على الزيرو ده يبقى كأنها 71,000. ومين معاه تاني 700 and 10. تعال نشوف مين مين النمبر اللي هو 71,710 اللي هو ده, يبقى ده كده يتوصل بمين؟ بده كده. طيب نيجي نشوف ده هنا ال 1000 جروب 710, ومين معاه في اليونت اليونتس جروب 710, يبقى واضح ان هي دي كده. طب نيجي هنا 71,000 و 710 اللي هو مين؟ اللي هو ده او ده, يعني ده وده وده ال 3 are equal. طب نيجي هنا 10 و 700 و 710,000, ده اللي هو هيديني ايه؟ اللي هو هيديني كده 710,000 وبعد كده 710, يعني ده برضو زي مين؟ زي ده كده. هنا 71,710 اللي هو زي ده بالظبط. Exercise 9 بيقول لي complete as in the example. نيجي نبص على الاكزامبل بيقول لي هنا 23,800, هو بيقول لي بتيكوال ايه؟ بتيكوال 238 hundreds. خد بالك hundreds يعني ايه؟ حاطط لك هنا S يعني 238 groups of hundreds. طب احل المسألة دي ازاي؟ المسألة دي اولا بتيجي كتير في الامتحان, ناخد بال. هو عايزني اقسم النمبر ده لجروبز من الهندردز. طالما جروبز من الهندردز يبقى لازم اكنك بتحط على العداد كده النمبر ده كله فين؟ في الكولوم بتاع الايه؟ بتاع الهندردز. يبقى احط كام بول هنا عشان تديني كل النمبر ده؟ نعمل ايه في المساله اللي زي دي؟ انا عارف ان الهندردز موجوده فين؟ موجوده هنا, يبقى لازم ده وده يكونوا فاضيين عشان هو عايزهم يقسمهم جروبز من الهندردز. يبقى كل النمبر اللي موجود هيتحط فين؟ هيتحط في البليس ده. يعني لو انا همثلها على العداد هيبقى انا عندي الهندردز موجود فيها 238 بولز. اوكي طيب 750 hundreds, يعني 750 groups of 100 يعملوا معايا قد ايه في الثاوزندز؟ طب نفك دي كده 750 hundreds يبقى 750 hundreds. طب دول لما اخليهم groups من الثاوزندز يدوني قد ايه؟ انت شايف كلمة thousands؟ يبقى نشيل 3 digits يبقى يدوني 75 groups of thousands. طب نيجي نشوف هنا, هنا النمبر ده عبارة عن ايه؟ مفيش units, عبارة النمبر ده عبارة عن 56,000. بتيكوال كام groups of thousands؟ بتيكوال 56. تشيل على طول 3 digits ده بيقولك thousands, يبقى كنا لما اجي احطهم في الكولومز مش هحط حاجه خالص في اول 3 ايه؟ في اول 3 كولومز. طيب نيجي هنا 280,000 and ما عنديش يونتس, بيتيكوال كام جروبز اوف 100؟ يدوني كام 100؟ تقوم تعمل ايه؟ بيقول لك هنا كلمه hundreds, يبقى تشيل اول 2 ديجيتس دول خالص, يبقى يدوك 2800 جروبز اوف 100. اوكي نيجي اللي بعد كده بيقول لي 25,600 groups of tens. كلمة tens دي يعني ايه؟ groups of tens دول عبارة عن ايه؟ طب groups of tens يبقى هنزود ايه؟ يعني كل دول موجودين في الكولوم بتاع التنس, لما اجديهم الفاليو في المكان اللي هم قاعدين فيه يدوني كام؟ ده كده هيديني ازود ايه؟ ازود زيرو, ان هم طالما موجودين في الكولوم بتاع ال 10 يبقى ده كده اخد ده اعمل له تايمز 10 يديني الفاليو بتاعت الايه؟ الجروب كلها. طب لما لو انا عايز احولهم ل 1000 عايز اخليهم جروبز اوف 1000 يبقى اشيل ايه؟ 3 زيروز,
يعني ايه كلمة اشيل 3 zeros؟ يعني مش هحط اي حاجة في الكولومز بتاعت اليونتس. يبقى هيديني هنا 256,000. لما انا بنطق النمبر بقول 256,000، لكن طالما شفت اس بعد الثاوزند ذات مين، ده معناه جروبز اوف ثاوزند، مجموعة من الالفات. طيب هنا 300,000 دي تتفسر ازاي؟ تتفسر كده، يبقى 300,000 يدوني الايه؟ النمبر ده. طيب لو انا عايز اقسمهم جروبز اوف 100، عايز اقسمهم مجموعات من المئة، لما اجي احطهم كده مع بعض يدوني كم مجموعة من الهندردز؟ اشيل 2 zeros، يبقى دول يدوني 3,000 hundreds او 3,000 groups of 100. اوكي طيب 55,000 دي معناها ايه؟ معناها كيدز. لما اجي انطق النمبر ده بقول 55,000، ما بقولش thousands، ما بحطش اس، لكن لو حطيت اس هنا دي معناها groups of thousands. اوكي بيديني كام groups من ال 100؟ تقوم تشيل على طول 2 digits، يبقى يديني 550 hundreds. اوكي بيتهيألي مفهومة لان الاكسرسايز ده بيتكرر كتير في الامتحانات. طيب 850,000 نترجمها ازاي؟ حط ال 850، حط جنبيها 3 zeros، عايز احولها لجروبز من ال 100، يبقى اشيل 2 zeros من الرايت، يبقى هنا يديني 8500. اوكي نيجي اللي بعديها، بيقول لي put less than greater than or equal. طيب لما باجي اعمل كومباريزون، لما باجي اقارن ما بين النمبرز وبعضها، اول حاجه اعملها اعد الديجيتس، اللي النمبر اللي الديجيتس بتاعته اكتر لازم على طول يكون هو الكبير. طب نيجي نبص هنا، هنا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6، الاثنين ليهم نفس الديجيتس، يبقى نعمل ايه؟ ابتدي اقارن الديجيتس فروم الليفت، يعني اخد اول ديجيت من الليفت مع اول ديجيت من الليفت. هنا موجود 2، هنا موجود 2، خلاص يبقى نخش على الايه؟ على البليس اللي بعده. هنا في 3 و3، نخش على اللي بعده 3 و3، نخش على اللي بعده، نلاقي البليس يعني هما متساويين في الايه؟ في الجروز بتاعت الثاوزند. طب نيجي هنا البليس ده نلاقي فيه 4، والبليس ده الاقي فيه مين؟ الاقي فيه 1 على طول وانا مغمض، يبقى اكيد النمبر ده از جريتر ذان النمبر ده. اوكي يبقى هي دي المبادئ اللي انا بشتغل عليها في المقارنه بين تو نمبرز. طيب هنا عندي 4، نعد الديجيتس الاول 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6، يبقى هما الاثنين زي بعض. طالما هما الاثنين زي بعض ابتدي اقارن البليسز، اشوف كل بليس انت محطوط فيه كام، وانت ايه الديجيت اللي محطوط فيك. هنا الديجيت موجود هنا 4 وهنا 4، خلاص هما متساويين في البليس ده، نخش على البليس اللي بعده 3 و3 7 و7، هنا 7 وهنا 8، يبقى النمبر ده لزان مين؟ لزان ده. اوكي دايما النمبر الكبير احط الايه؟ احط الفتحه قدامه. طيب لكن انا باجي انطق، بنطق منين؟ بنطق من الليفت، بقول ده لزان ده، بقول ده جريتر زان ده، انما باجي اقرا بقرا من الليفت للرايت، يعني ما تقوليش ده جريتر زان ده، لان لما باجي اقرا بقول بمشي كده، بمشي من الليفت، يبقى ده لزان ده. طب نيجي هنا، هنا عندي 1 2 3 4 5 6 وكذلك هنا في 6، هنا عندي 3 و3 4 و4، الاقي هنا 5 والاقي هنا 0، خلاص طالما في بليس في ديجيت اكبر من البليس المقابل ليه، يبقى على طول يبقى هو ده الايه؟ هو الكبير. هنا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 وانا مغمض على طول، النمبر اللي فيه ديجيتس اكتر يبقى هو الايه؟ هو الاكبر. هنا 1 2 3 4 5 6 وهنا مديني وورد 4، لازم اترجم. هنا بيقول لي 85 groups of 1000، تترجم ازاي؟ تترجم كده and 205، يبقى النمبر كله عباره عن ايه؟ عباره عن كده. اوكي يلا نقارن مع بعضينا، هل ده كده زي ده في الديجيتس ولا ده اكتر؟ لا ده اكتر، يبقى ده على طول هو الاكبر. نيجي نشوف اللي بعديها 275,000، اللي هم مين؟ اللي هم كيدز.
and 6. ال 6 اتحط ايه؟ في اليونتس. طب نيجي نشوف هنا 1 2 3 4 5 6 نفس الديجيتس كلها. طب تيجي نقارن ال 2 قدام ال 2، ال 7 معاها ال 7، ال 5 زي ال 5. اه البليس ده موجود في 6، البليس ده موجود في 0، يبقى على طول هو ده الايه الكبير. يبقى لما اقرا اقول ده لزن ايه؟ لزن ده. نيجي اللي بعد كده 7500 hundreds، دي تترجم يعني ايه؟ يعني بقى كني بقول لك 7500 groups of 100. تترجم ازاي؟ يعمل كده 7500 وحط جنبيها 2 zeros، يبقى انا عندي دي الجروب بتاع اليونتس ودي الجروب بتاعت ال 1000. طب هنا 750 groups of thousands، تكتب كده حط 3 zeros، واضح ان الاثنين زي بعض. هنا 100,000 ده متكون من 6 ديجيتس، هنا 5 ديجيتس، يبقى هنا ايه؟ جريتر ذان. هنا 326,540 وهنا 326، هنا 450. يبقى انا عندي هنا البليس ده فيه 5، البليس ده فيه 4، يبقى واضح ان ده الايه؟ ده الجريتر. طب نيجي هنا، هنا مديني ستاندرد 4، هنا مديني وورد 4، نترجم الوورد 4 401، يبقى 401,000 and 17 تبقى كده. هنا 401 and 17، يبقى الاثنين ايه؟ الاثنين زي بعض. نيجي نشوف اكسرسايز 11، وانا بعتبره اكسرسايز مهم جدا لانه لازم بتيجي مساله منه في الامتحان. بيقول لي write the greatest and the smallest numbers that can be formed from the cards numbers in each of the following. ايه الكلام ده؟ بيديني نمبر، النمبر ده زي ما انت شايف في مجموعه ديجيتس. مين الديجيتس اللي عندي؟ عندي ال 3، عندي ال 1، عندي ال 7، عندي ال 0، عندي ال 5 and ال 9. كل ديجيت منهم موجود في بليس. البليس ده اداله ايه؟ اداله فاليو. انا عايز ارتب الديجيتس دي بحيث ان هي تديني اكبر نمبر، وعايز ارتبها مره تانية بحيث ان هي تديني اقل نمبر. الاكسرسايز ده هو عايز يشوف انت فهمت كويس الجزئيه بتاعه الفاليو والبليس فاليو ولا لا. طب هنعمل ايه؟ انا عندي عايز اجيب نمبر كبير، يبقى الديجيت الكبير نخليه يقعد في البليس اللي هيدي له فاليو كبيره. يعني انا عندي هنا مثلا ال 9، ال 9 دي اعمل ايه؟ ده عندي اكبر ديجيت، اعمل ايه؟ احطها في الجريتست بليس فاليو. يعني ال 9 هي اللي تتحط مكان الايه؟ مكان ال 3. يبقى احط ال 9 هنا مكان ال 3 زي ما انت شايف كده. طيب انا كده خلاص حطيتها، خلاص يبقى معايا بقى ايه؟ بقيه الديجيتس. لما اجي احط بقيه الديجيت مين النمبر الكبير اللي موجود فيهم؟ الاقي ال 7. طب ال 7 احطها فين؟ احطها في بليس يديها فاليو كبيره، اللي هو اني بليس اللي ورا ال 9 على طول، لان البليس ده بتاع ال 10,000. اوكي وخلاص اشطب عليها بقى. مين الديجيتس اللي عندي بعد كده؟ 5 0 1 و 3. اكبر واحد فيهم مين؟ ال 5. يتحط فين؟ في البليس اللي بعد ال 7. يبقى يتحط ايه؟ يتحط هنا عشان ياخد فاليو برضك كبيره. طيب انا اشطب عليها، يبقى بعد كده 310، يبقى هنا 31 وايه 0، يبقى هو ده الجريتست نمبر. طب لما اجي بقى اعمل نمبر صغير جدا اعمل ايه؟ ال 9 دي كبيره، لو اتحطت في اي بليس هتديني فاليو كبيره، وما انا عامل ايه؟ احطها في البليس اللي يديني فيها فاليو قليله جدا، اللي هو انهي بليس؟ اللي هو البليس بتاع اليونتس. طيب نيجي بعد كده نلاقي مين؟ الاقي ال 7 تتحط في البليس اللي بعدها، وبعد كده ال 5. يبقى كأني باخد النمبر ده وبعكس الترتيب بتاعه، بدل ما اكتبه بالطريقه دي بكتبه بالعكس. بس اتقابلني مشكله بقى، ايه هي؟ انا لو جيت عكسته وعملت كده 0 1 3 5 7 9، وجود الزيرو في البليس ده هيخلي النمبر بدل ما هو 6 ديجيتس نمبر هيخليه 5 ديجيتس نمبر. يبقى انا كده ما عملتش 6 ديجيتس نمبر. امال اعمل ايه؟ لما تلاقي دايما زيرو وانت بتجيب السمولست نمبر ما تحطوش هو اللي في الاخر، حطه مكان النمبر اللي قبليه. يعني اجي هنا اقول 9 7 5 3، احط ال1 مكان الزيرو، يبقى الزيرو هنا وال1 هو اللي ايه؟ هو اللي هنا.
تعالوا مع بعضينا نحل مجموعة exercises على الجزئية دي، وبأكد ان هي مهمة جدا. خد بالك في المسألة دي، مين الديجيتس اللي عندي هنا؟ انا عايز اجيب الجريتست نمبر. الجريتست نمبر يبقى لازم الايت اكبر ديجيت يكون موجود في اكبر ايه؟ في اكبر بليس. يبقى احط الايت في اكبر بليس اللي هو البليس بتاع ال 100,000. طيب يبقى انا كده خلاص خدت مين؟ خدت الايت. طب مين بعد كده عندي ديجيتس كبير؟ عندي 7 تبقى بعديها. مين بعد كده عندي ال 6 تبقى بعديها. مين بعد كده عندي ال 5 وبعد كده عندي ال 2 وبعد كده عندي ال 1. طيب انا عايز ال smallest number، طبعا ما في زيروز يبقى اعكسه على طول، يبقى هنا 1 2 5 6 7 8. نشوف اللي بعديها مين اكبر ديجيت. ال 6 يتحط في اكبر بليس، اللي بعديه ال 5، اللي بعديه ال 4، اللي بعديه ال 3، وبعد كده 2 1. انا عايز ال smallest يبقى نعكس ده، يبقى 1 2 3 4 5 and 6. طيب نيجي هنا، خد بالك انا عندي هنا 0. طب مين اكبر ديجيت عندي؟ ال 8 يتحط في اكبر بليس عشان يديني اكبر فاليو. مين اللي بعديه؟ عندي ال 7. مين اللي بعديه؟ عندي ال 5. يبقى ال 3 وال 2 وال 0، يبقى ال 3 2 0. طيب نيجي بقى نشوف ال smallest. ما ينفعش تحط لي ال 2 مكان ال 8. ليه؟ لان انا كده حولت النمبر من 6 ديجيتس ل 5 ديجيتس. امال اعمل ايه في المشكله دي؟ بدل ما ابدا بالزيرو نبدا بالنمبر اللي بعديه على طول. يبقى اقول هنا ايه؟ اقول 2 والزيرو يتحط ايه؟ مكان ال 2. وبعد كده نكتب دول عادي خالص. يبقى عندي هنا 3 5 7 and 8. نيجي نشوف اللي بعديها، مين اكبر ديجيتس عندي؟ ال 7 وال 7 عندي متكرره، مش مشكله. يبقى انا عندي هنا 7 7. مين اللي بعديهم؟ ال 6. مين اللي بعديهم؟ 3 و 3 و 2. يبقى اخد هنا 3 و 3 و 2، نعكسه يبقى 2 3 3 6 7 and 8 and 7. نيجي نشوف اكسرسايز 12 complete in the same pattern as in the example. هنا هنلاقي النمبرز عندي بتتغير بطريقه معينه، لازم انت تكتشف وتشوف التغيير ده حصل فين، وبعد كده تمشي ايه؟ تمشي زي ما هو مغير. طب نيجي نبص في الاكزامبل. عندي هنا 932 942 952، وده ثابت. يبقى بيحصل ايه؟ بيزود 1 على ايه؟ الديجيت ده، مره هنا 3 مره 4 مره 5. يبقى نعمل نفس الكلام ونخليه مره 6 ومره 7. يبقى انا لازم اكتشف ايه التغيير اللي حصل عندي فين في الباترن. طب نيجي نبص هنا، ال 7 زي ما هي، هنا 1 هنا عندي 2 هنا ايه؟ هنا 3. يبقى التغيير بيحصل في الديجيت ايه؟ في الديجيت ده. يبقى اعمل نفس الكلام ونزود هنا ايه؟ مره نخليها هنا 4 ومره نخليها هنا 5. يبقى هنا 7 4 0 6 5 and 4 7 5 0 6 5 and 8 and 4. نيجي نبص هنا، هنا عندي 60,000 160,000 260,000. يبقى هنا ايه؟ 360,000، هنا 460,000. طب نيجي نشوف هنا 420,000 400 and 300، دي ثابته. طب هنا 410 400، يبقى كل مره ايه؟ بنزل 10. يبقى هنا هيبقى 390,000 and 300 380,000 and 300. نيجي نشوف هنا 100 100 100 5 5 5، هنا 6 7 8. يبقى انا بزود الايه؟ بزود التنس. يبقى هنا ادي ال 100 وادي ال 5 زي ما هي، 68 78 88 بعد كده 98. طب هنا اعمل ايه بقى؟ انا بزود هنا 1، يعني دايما بزود هنا 1. لما ازود على ال 9 1 اكني زودت على النمبر 10. يبقى لما اجي ازود هنا 10 يعمل ايه؟ تتحول معايا ال 5 لايه؟ ل 6. يبقى هنا 100 600 and 8. نيجي اللي بعديها 250 250 250، هنا 879
679 يبقى بي ايه ال 8 دي عماله تنزل هنا ايه عندي 1 بتقل 1 يبقى عندي هنا 250000 هنا 579 250479 exercise 13 بيقول لي underline the closest number to 100000 in each case as in the example. النمبر اللي قريب من ال 100000 حط تحته ايه حط تحته خط هنا 90109 واضح طبعا ان 109 اقرب للايه لل 100000 هنا 80125 مين القريب ال 80000 هنا 101000 وهنا 100000 and ايه and 900 مين الاقرب واضح ان هو ده الايه ده الاقرب طيب 100000 and 500 وهنا 99000 مين الاقرب هو ده الاقرب هو الاقرب هو مع الديب 500 لكن هنا ده قبليه ب 1000 طب هنا 200000 وهنا 90000 واضح جدا ان هي الايه ال 90000 نيجي نشوف اللي بعد كده exercise 14 بيقول لي write the missing number in the blank on the number lines as in the example example بتاعنا اهو انا عندي ده لما يكون 100000 وانا همشي كده يبقى البوينت دي عباره عن ايه 200000 يبقى 300000 يبقى هنا ايه 400 500 هنا في ايه 600 وهنا 700 طب تعال نشوف هنا ده لما يكون 200000 يبقى هنا ايه 300000 يبقى هنا 400000 500000 600000 يبقى هنا 700000 800 900 طب نيجي اللي بعد كده انا هنا بقسم من اول ال 400000 لحد ال 500000 يبقى اللي بينهم هيكون ايه هيكون اللي هيتغير الديجيت ده انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وادي الايه ال 10 اللي هو لما احط 10 على الديجيت ده يزود معايا الايه الديجيت اللي بعده يبقى هنا في ايه يبقى هنا في 410000 20 30 40 يبقى هنا 450000 460 470 480000 وهنا 400 نيجي اللي بعد كده انا عندي هنا 100000 and 100 وعندي هنا 101000 يبقى ايه اللي حصل اللي حصل ان الديجيت ده هو اللي بيزيد وانا ماشي كده وبعد كده في الاخر زود الديجيت ده يبقى انا هزود هنا 1 يبقى هنا 100000 200 100000 300 100000 400 600 500 600 700 يبقى 100000 800 وهنا 100000 900 بعد ال 900 اللي هي 1000 اللي هي تبقى 101000 نيجي نشوف مع بعضينا exercise think and answer exercise ده برضو من الاكسرسايز المهمة جدا اللي بيعتبر اختبار ليك انت فهمت الايه الليسون ولا ما فهمتوش طيب نيجي نشوف مع بعضينا بيقول لي write each of the following numbers ال greatest 5 digit number احنا قلنا 5 digit وطالما greatest يبقى لازم كل digit اللي هيعتبر كل place يتحط فيه اكبر ديجيت طب مين اكبر ديجيت عندي ال9 يبقى طالما 5 ديجيتس يبقى 9 9 9 9 9 كل الديجيتس فيها ايه فيها 9 يبقى greatest 5 ديجيت نمبر از 99999 طب عايز greatest 6 ديجيت نمبر يبقى احط كل الديجيتس فيها ايه فيها 9 جميل طيب ال smallest 6 ديجيت نمبر دي احنا خدناها اللي هو الاسم بتاعنا اللي هو الايه اللي هو ال 100000 طيب الجريتست خد بالك بقى ديفرنت 6 ديجيت نمبر انا عايز احنا ده الجريتست 6 ديجيت بس كلهم زي بعض طب انا عايز 6 ديجيتس المختلفين يبقى نحط ايه يبقى نحط هنا 9 ينفع احط هنا 9 ما ينفعش طب مين الديجيت الكبير اللي بعد ال 9 ال 8 مين اللي بعديه ال 7 6 ال 5 الايه ال 4 طيب اللي smallest different 6 digit number حتى فانا لما يكون في عندي smallest number لازم احط اصغر digit في ايه
فأكبر بليس. طب مين عندي أصغر ديجيت؟ الزيرو. حتى فعلا ما ينفعش حط الزيرو في الايه؟ في البليس اللي على الليفت خالص على المست ليفت عشان هو هيلغيه. طب بالتالي اعمل ايه؟ يبقى انا اجيب اللي بعد الزيرو از وان، يبقى احط هنا الايه الوان، احط بعديه ايه الزيرو. يبقى التو بليسز او التو ديجيتس اللي هم على الليفت احط فيه، احط فيهم وان وزيرو، يبقى معايا فور ديجيتس. طب احنا عايزين ديفرنت، يبقى احط هنا التو 3 4 اند ايه اند 5. نيجي اللي بعد كده بيقول لي the greatest even number formed from 6 different digits. طيب هو بيقول لي ال greatest even number formed from 6 different digits. طب تعالى الاول نكون ال greatest. كلمة even دي انا هحكمها في ايه؟ في اول digit على الرايت، ونجيب number متكون من 5 different digits ويكون كبير. يبقى احط 9 8 7 6 and ايه and 5، دول 5 ديجيتس. طب هنا عشان يكون ايفن لازم يكون هنا في ايه؟ يكون في 0 اور 2 اور 4 اور 6 اور 8، هي دي الديجيتس اللي هتتحط في اليونتس تخلي لك النمبر ايفن. طب انا ال8 خدته وال6 خدته، فاضل مين؟ ال4 وال2 وال0، ناخد مين فيهم؟ ناخد اكبر واحد، يبقى ناخد مين؟ ناخد ال4. اللي بعديها عايز السمولست ايفن formed from 6 digit. طالما smallest even يبقى لازم احط هنا 1 and ايه and 0، هنا هيبقى 2 3 and ايه and 4. طب احط هنا مين بقى؟ انا عندي 0 2 4 6 و 8، ال 0 خدته، ال 2 خدته، وال 4 خدته، يبقى معايا ال 6 وال 8. انا عايزه smallest، يبقى احط ال 6 ولا احط ال 8؟ لا يبقى احط ال 6. نيجي نشوف اللي بعديها ال greatest odd. greatest odd يبقى حط هنا 9 8 7 6 5، عشان يبقى odd حط 1 او 3 او 5 او 7 او 9. طب انا خدت ال 9 وخدت ال 7 وخدت ال 5، يبقى ال 1 وال 3 انا عايزه greatest، يبقى اخد الكبير، يبقى اخد ال 3، يبقى نحط هنا الايه ال 3. اللي بعديها عايز ال smallest odd، يبقى احط هنا 1 0 2 3 and 4، هما دول الديجيتس اللي هحطهم عشان يخلوا النمبر smallest و different. طب احط هنا ايه بقى؟ انا عندي هنا 1 و 3 و 5 و 7 و 9، دول اللي هيخلوا لي الايه النمبر odd. طب انا خدت ال 1 خدت ال 3، يبقى معايا 5 7 9، اختار مين عشان يكون small؟ اختار اقل واحد فيهم اللي هو الايه الفايف. نيجي هنا عايز الجريتست ديفرنس 6 ديجيت نمبر والسم بتاعهم 15. طب مين الديجيتس اللي عندي؟ الديجيتس اللي عندي، عندي ال0 ال1 ال2 ال3 وال4 وال5 وال6 وال8 وال7 وال8 وال9. خد بالك انا ايه المشكله بتاعت المساله دي؟ المشكله عندي هنا ان هو بيقول لك ديفرنس، يبقى انا في الاول في المسائل اللي زي دي لازم اجيب 6 digits السم بتاعهم 15. بنعمل ايه في المسائل اللي زي دي؟ بنختار ال smallest digits وابدا اعمل لهم سم لحد ما اوصل لل 15. يعني لو خدنا ال 0 وال 1 السم بتاعهم 1، واخد ال 2 يبقى السم 3، واخد ال 3 يبقى السم 6، واخد ال 4 يبقى السم 10، واخد ال 5 يبقى السم ايه؟ يبقى السم 15. طيب يبقى انا المجموعه دي كده اهو لما اكون منها greatest different 6 digits يبقى عندي هنا 5 4 3 2 1 and 0. اللي بعديها عايز ال smallest difference 6 digit number والسم 17. نفس الكلام نحط هنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب يبقى انا عندي هاخد ال 0 وال 1 وال 2 كده الصم 3، اخد ال 3 يبقى الصم 4، اخد ال 4 يبقى الصم كام؟ يبقى الصم 10. طيب لو خدت ال 5 ينفع؟ هيبقى الصم 15. اخد ال 6 ينفع؟ هيبقى الصم 16. يبقى اخد مين؟ يبقى اخد ال 7. طيب انا عايز مين؟ انا عايز ال smallest. اتفقنا في ال smallest اجيب اقل ديجيت احطه فين؟ في اكبر بليس فاليو ما عدا ال 0. الزيرو بيتحط في البليس اللي بعديه. يبقى هنا مين اقل واحد؟ ال1، يبقى احط هنا ال1
وكده الزيرو خدت الاثنين دول هيبقى 2 3 4 اند 7. المساله اللي بعد كده بيقول لي عايز الجريتست ديفرنت 6 ديجيت نمبر اند ذا سام اوف اتس يونتس اند 10 ديجيتس از 7. يعني انا عايز 6 ديجيتس بس يكون ال 10 اليونتس وال 10 الاثنين دول لما اجي اعملهم سام يديني كام؟ يديني 7. طب مين هي الديجيتس بتاعتي؟ ال 0 وال 1 وال 2 وال 3 وال 4 وال 5 6 7 وال 8 وال 9. اعمل ايه في المساله زي دي؟ مسألة زي دي اخد النمبرز الكبيرة احطها في البليسز الكبيرة اللي هم مين؟ اللي هم 9 8 7 and mean and 6. يبقى انا اخدت دي ودي ودي ودي. اعمل ايه في اللي بعد كده؟ اللي بعد كده اخد 2 نمبرز بحيث ان انا احطهم هنا يدوني 7. طب انا عندي ال 5 وال 2 وعندي ال 4 وال 3. ناخد ال 4 وال 3 ولا ال 5 وال 2؟ لو خدت ال 4 وال 3 وحطيت هنا 4 وهنا 3 يبقى هنا 43. لكن لو خدت ال 5 و 2 يديني 52 تبقى اكبر من ال 43. يبقى هو ده الترتيب الايه؟ هو ده الترتيب المظبوط. نيجي المساله اللي بعد كده عايز ال smallest difference 6 digit والسم بتاع اليونتس وال 10 7. طيب نفس الكلام المره دي هبدا بمين؟ هبدا بال 1. يبقى ابدا بال 1 0 2 و 3. يبقى معايا مين؟ يبقى معايا 4 5 6 7 8 and mean and 9. انا عايز اتنين منهم الصم بتاعهم is 7. ابص الاقي ال 4 وال 5 الصم 9. يبقى انا محتاج واحد من دول. ناخد مين؟ ناخد يبقى لازم احط واحد مكان واحد. طب انا لو طلعت ال 3 بره ادخل مكانها مين؟ ادخل مكانها ال 5. يبقى دي اشيلها واحط مكانها الايه؟ ال 5. وبعد كده نرجع مين؟ نرجع ال 3. هم دول اللي يترتبوا فين؟ يترتبوا هنا. طب ارتبهم 34 ولا 43؟ لا ارتبهم طبعا 34 عشان يديني سمولر ايه؟ سمولر نمبر. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 1. اتكلمنا فيه كلام مهم جدا لازم تذاكره كويس، وكل نقطه اتكلمنا فيها لازم تستوعبها وتفهمها كويس. ده اول ليسون. ليسونز كتيره اللي جايه هتلاقيها متكرره. طيب الهوم ورك بتاعنا ايه؟ لازم كل درس بعد ما نخلصه نعمل عليه هوم ورك. الهوم ورك بتاعنا ان شاء الله هنشتغل من الورك شيت، الكتاب بتاع الورك شيتس. الهوم ورك بتاعنا على الليسون ده هيبقى الورك شيت 1. كل ليسون قدامه ورك شيت. يبقى احنا بعد ما تذاكر الليسون ده كويس تبتدي تحل ايه؟ ورك شيت ايه؟ ورك شيت 1. وبالتوفيق ليكم ان شاء الله.